راجع عن الموسم اللي فات ولا لا؟ ده طبيعي يعني، في البداية طبيعي إن محمد عليه إن هو يثبت النجاح مرة أخرى، وده تحدي كبير جدا مع محمد. وأنا شايفه، كنت شفت له ماتش إمبارح، الناس هناك في ليفربول واثقة فيه بشكل كبير جدا جدا، خاصة كلوب المدير الفني. والأمانة هو عامل حالة كبيرة جدا لكل اللاعبين، هو ورياض محرز، لكل اللاعبين العرب، والاثنين ماشيين بخطة ثابتة بشكل كبير جدا. أنا ذات نفسي بفتخر بيه يعني، وأتمنى إن كل لعيب مصري يشوف عوامل النجاح، لأن دلوقتي الولاد ابتدوا يتشدوا للتجربة. فأتمنى إن عوامل النجاح محمد كمان يا ريت يعلنها، عوامل النجاح اللي هو عملها او الطريق اللي ماشى فيه عشان في الاخر يبقى محمد صلاح اللي بيتكلم عنه الان، عشان غيره من ولادنا الصغيرين اللي طالعين هما الواعدين يمشوا في نفس الاتجاه ده، يعرفوا ان اي عمل ناجح في العالم هو اساسه انضباط والالتزام، الاساس انضباط والالتزام، عشان انضبط والتزم ولذلك نجح في الاخر.